أبطال أولى ثانوي، النهاردة هنحل مع بعض الاختبار العاشر. اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية: تعبر الصورة التي أمامك عن أحد المنازل الفرعونية، من المتوقع أن ينسب هذا المنزل إلى مساكن الأغنياء، الخدم، الرعاة العامة. طبعا عندنا بين قوي من المسكن اللي موجود اللي هو ولا خدم ولا رعاه ولا عامه، هو كتر خيره يعني بيدينا الاجابه من خلال الصوره اللي فيه عندنا اولاد بيلعبوا قدامهم حمام سباحه وفي قصر ورا كبير جدا، فبالتالي ده الاغنياء. 2 عثر باحد المقابر على تمثال للملك نعمر، نتوقع ان هذا التمثال صنع من العظام، العاج، الطين، النحاس. طيب الملك نعمر ده كان مؤسس الأسرة الأولى، والأسرة الأولى ورد الذكر فيها اللي هما كانوا بيتم صنع التماثيل من النحاس، أما في أواخر عصر الأسرات كانوا بيصنعوا التماثيل من الأحجار. طيب قبل كده كانوا بيصنعوا التماثيل من الطين والعاج والعظام اللي هو عصور ما قبل الأسرات. يبقى تاني، عصور ما قبل الأسرات العظام والعاج والطين، أما في عصر الأسرة الأولى كان النحاس، في أواخر عصر العتيق أو آخر عصر الأسرات كان عندنا تم إدخال عندنا الأحجار في صناعة التماثيل. 3 استمرت الصناعة المصرية بمصر الفرعونية وتطورت بفضل التنظيمات الحرفية، النشاط التجاري، تواصل الأجيال، ولا زيادة الصادرات. طبعا عندنا الصناعة المصرية تطورت بفضل تواصل الأجيال. ليه؟ كان الصانع يرث الحرفة عن أبيه وجده، فده أدى إلى إتقان الصانع لصنعته ومعرفة أسرار المواد الخام. 4 ارتبطت بعض أنواع الأدب بالرسوم الهزلية في مصر الفرعونية، وتمثل ذلك في الأدب التهذيبي، الأدب الديني، الأدب القصصي، الأدب السياسي. طبعا الرسوم الهزلية تمثلت في الأدب السياسي. ليه اخترتها؟ الرسوم الهزلية يا شباب ظهرت في عصر الدولة الحديثة، وكانت تعبر عن الوضع الاجتماعي والوضع السياسي، مثل رسم عندنا عندنا قط يقود مجموعة من الأوز. تمام، ده يدل على سخرية من الأوضاع السياسية، ان الحاكم كان في الفترة دي لا يصلح ان يقود المجتمع. السؤال اللي بعده، ينطبق مضمون النص المقابل مع أحد أهداف دراسة التاريخ المتمثل في تنمية الشعور بالمسؤولية، إبراز القدوة الصالحة، استخلاص العبر من التاريخ، الابتعاد عن التعصب. النص بيقولك إيه؟ لا يجوز في الدول التي يوجد فيها أقليات عرقية، يعني مثلا أقليات من دول تانية، أو دينية يعني مختلفين في الدين، أو لغوية بيتكلموا لغة مختلفة، أن يحرم الأشخاص المنتمين إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو إقامة شعائرهم أو استخدام لغتهم. طيب يبقى ده يدل على إيه؟ اللي إحنا لازم نحترم الأقليات، لازم نحترم أهل الديانات الأخرى، أهل اللغات الأخرى، فبالتالي ده يدل على البعد عن التعصب. 6 شهدت فترة ما قبل حكم الملك منذ حطب الثاني، توسع مصر جهة الجنوب، ضعف نفوذ حكام الأقاليم، ازدهار النشاط التجاري، زيادة نفوذ كبار الموظفين. طب منذ حطب الثاني ده كان على رأس الأسرة الحداشر، فده عندنا أعاد لمصر سلطتها مرة أخرى، وأعاد وحدة الأقاليم، وأخضع حكام الأقاليم، وأخضع كبار الموظفين. طيب يبقى هو مسك مصر بعد عصر الانتقال مين؟ بعد عصر الانتقال الثاني. عصر الانتقال الثاني ده كان ضعف، فبالتالي هندور على اي حاجة فيها ضعف لمصر ونلحقها بالاجابة. يبقى عندنا الاجابة هنا زيادة نفوذ كبار الموظفين. 7 حرم ابناء حكام الاقاليم من حقهم في وراثة منصب حاكم الاقليم منذ العصر العتيق، عصر الدولة الوسطى، عصر الدولة القديمة، عصر الدولة الحديثة. طبعا الحاكم اللي كان قوي اللي فرض نفوذه على حكام الأقاليم ووضع قانون لإخضاعهم وكمان قضى على الوراثة، ده كان سنوسرت الثالث، ده كان ينتمي لعصر الدولة الوسطى. السؤال 8 الصورة المقابلة لكتاب يتناول فترة زمنية مرت بها أوروبا يمكن وصفها بأنها فترة عدالة اجتماعية، ازدهار صناعي، اضمحلال حضاري، تقدم علمي. طبعا ده تاريخ أوروبا في العصور الوسطى. أوروبا في العصور الوسطى كانت عصور مظلمة، سيطرة الكنيسة الكاثوليكية على الأوضاع، وسيطرة الإقطاع، وساد التخلف في كل مكان، يبقى اضمحلال حضاري. 9 تدل الآثار المصرية القديمة التي تملأ متاحف العالم على تحقيق التنمية الاقتصادية لمصر، مهارة الصانع المصري القديم، وفرة وتنوع الموارد الطبيعية، اهتمام الدولة بإقامة نهضة صناعية.
طبعا تدل الاثار بيقولك مملوءه في متاحف العالم. لو الاثار دي وحشه ما كانش هتبقى تتملأ في متاحف العالم، ما كانتش متاحف العالم ممكن بين قوسين تسرقها او تضم اثار مصريه مسروقه وهي عارفه انها مسروقه. هي ضمتها ليه؟ علشان بتجذب السياح. بتجذب السياح ليه؟ عشان الدقه. يبقى الدقه دي ناتجه عن مين؟ عن مهاره الصانع المصري القديم. 10 تنتمي العمله الموضحه امامك الى العصور التاريخيه القديمة الوسطى الحديثة المعاصرة. العملة دي فيها ملكة، دي ملكة بريطانيا، احنا مش عارفين الملكة. طب مكتوب سنة كام؟ 2017. يبقى كده 2017 دي على طول التاريخ المعاصر. السؤال اللي بعده 11، عرفت مصر القديمة النظام حكم الأقاليم المستقلة قبل الوحدة الأولى، بعد اختراع الكتابة، في عصر العتيق، في عصر الدولة القديمة. عندنا عرفت مصر نظام حكم الأقاليم المستقل. كان مصر عندها 42 إقليم، لكل إقليم حاكم مستقل. ده كان قبل الوحدة الأولى. قبل الوحدة الأولى بتاعت الملك مينا كانت مصر كلها أقاليم مستقلة. 12، أي من عوامل قيام الحضارات في العالم القديم الأكثر أهمية في إنشاء ما توضحه الصورة المقابلة. الصورة المقابلة عبارة عن أهرامات. طب الأهرامات اللي قدامك دي كفاح الإنسان ووفرة الموارد الطبيعية، وفرة الثروات المعدنية والموقع المتميز، الموقع المتميز والمناخ المعتدل، المناخ المعتدل ووجود الأنهار. طبعا الإجابة هتكون عندنا كفاح الإنسان ووفرة الموارد الطبيعية. ليه اخترتها؟ هنا الصورة بتعبر عن وفرة الموارد الطبيعية وهي الأحجار. طيب مين اللي بنى الحاجات دي؟ الإنسان. يبقى كفاح الإنسان ووفرة الموارد الطبيعية. 13، أدت زيادة نفوس حكام الأقاليم واستغلالهم موارد البلاد إلى ظهور أول ثورة اجتماعية، ويعد ذلك من العوامل الدينية الاقتصادية العسكرية الثقافية. هنا بيتكلم عن حكام الأقاليم وازدياد نفوذهم واستغلال موارد البلاد، يعني ثروات وخير البلاد، يعني سرقوا. أدى ذلك إلى ظهور أول ثورة اجتماعية. فبالتالي السرقة اللي عملوها دي تندرج ضمن العوامل الدينية ولا الاقتصادية ولا العسكرية ولا الثقافية؟ طبعا العوامل الاقتصادية. السؤال اللي بعده أسئلة مقالية. استنتج أسباب اهتمام المصريين القدماء بالزراعة في إقليم الفيوم. طبعا يرجع ذلك شباب إلى رغبة الحكومة المركزية في مصر القديمة في تحقيق نهضة زراعية والتوسع الزراعي للبلاد، خاصة مع وجود الأراضي الزراعية الخصبة بمنخفض الفيوم واتصاله بنهر النيل. 15، حدد أوجه الشبه بين الملك نعرمر والملك سنوسرت الثالث إداريا. طبعا وجه الشبه كلاهما قام بتنظيم البلاد إداريا، حيث قام الملك نعرمر بضم مملكتي الشمال والجنوب في مملكة واحدة تحت حكومة مركزية، ولم يصبح هناك حكاما مستقلين للأقاليم. أما الملك سنوسرت قام بتنظيم إدارة الأقاليم للقضاء على نفوس حكام الأقاليم، فألغى توريث منصب حاكم الإقليم وأنشأ نظاما جعل الأقاليم خاضعة لسلطته إداريا. ما العلاقة بين توسعات الملك تحتمس الثالث وعلاقات مصر الخارجية؟ طبعا العلاقة ما بينهم كانت توسعات الملك تحتمس الثالث سببا في تدعيم النفوذ المصري في آسيا بعد هزيمة أمراء آسيا بزعامة أمير قادش بسوريا في معركة مجدو، وإنشاء روابط اجتماعية وثقافية مع بلاد آسيا مما دعم علاقات مصر الخارجية. وبكده انتهينا من أسئلة الامتحان. ياريت تدعمونا بلايك للفيديو لو سمحتم واشتراك في القناة ليأتيكم كل ما هو جديد.